متابعينا الكرام إن شاء الله هيتم شرح منهج القيم واحترام الآخر للصف الثاني الابتدائي، وإن شاء الله هنستخدم كتاب الوزارة في شرح المنهج على قناتنا قناة Private Math Lessons. السلام عليكم، إزايكم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فاطمة فتحي، وإن شاء الله النهاردة هنحل Quizzes on Chapter 1 لسيم 2. قبل ما ابدا كويز النهارده احب افكركم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الطلاب. كمان بفكركم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا اول باول. زي ما قلت ان شاء الله هنحل مع بعض كويزز اون تشابتر 1، واول كويز معايا بيقول لي بوت ترو اور فولس، ذا ستارز لوك برايتر ذان ذا سان. الستارز هي اللي look brighter than the sun، الستارز بتلمع اكتر من السن، طبعا false، السن هي اللي brighter than the stars. number 2، the ancient Egyptians knew the time of floods when they saw Sirius the star rising. ال ancient Egyptians القدماء المصريين knew the time of floods، بيعرفوا ميعاد الفيضان، when they saw لما كانوا بيشوفوا Sirius star، لما بيشوفوا نجمة Sirius كانوا بيعرفوا ان الفيضان قرب. ايوه صح. the shadow can be formed when there is no light source، الشادو بيتكون لما ما يكونش فيه light source، there is no light source، طبعا false، احنا قلنا الشادو عشان يتكون لازم يكون فيه light source و surface و object. number 4، we can see the stars in the sky during the daytime، we can see the stars، بنقدر نشوف the stars in the sky during the daytime، في النهار، false، the stars بنشوفها في night time. question number 2، choose from column B what suits it in column A، in both day sky and night sky، سواء بالليل أو بالنهار بنقدر نشوف إيه؟ we can see clouds، بنقدر نشوف ال clouds، يبقى number B. astronomers علماء الفلك help us to understand the deep sky objects، بيساعدونا إن إحنا نفهم ال deep sky objects أو الأجسام اللي موجودة في ال deep sky أو في الفضاء، يبقى number C. The sun looks to us bigger than stars، الشمس بتبان لنا أكبر من الـ stars، because the sun is closer to us than stars، لأن الشمس أقرب لنا من باقي الـ stars. Question number 3، look at the picture then complete using the words below، look at the picture، هنبص على الصورة بعدين complete sentence using the words. الwords عبارة عن light source، light source، an object، an object، a shadow، a shadow. يلا number one، number one ده ايه؟ بصوا ضلمة هو، يبقى ده الشادو. number one refer to a shadow. number two، number two ده ايه؟ object ولا light source؟ the object، يبقى number 2 refers to an object. number 3، they refer to a light source، مصدر للضوء. اللي شايف انه بيستفيد من القناة وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق فودافون كاش على الرقم اللي قدامكم على الشاشة. Quiz number 2، question number 1، بيقولي complete the following sentences using the words below، هنكمل السنتنس دول بكلمة من الكلمات دي. constellation، constellation، constellation بالعربي اسمها كوكبة، انا ما قلتلكوش الكلمة دي عشان ما لخبطكوش، بس الconstellation هي مجموعة من النجوم،
خلينا نعرفها كده احسن. بلانتيريوم، بلانتيريوم قلنا دي القبة السماوية اللي بنشوف فيها زي ما يكون فيلم كده عن كل الأوبجكتس اللي موجودة في السبيس. تلسكوب، تلسكوب ده التول اللي بيستخدمها الأسترونومرز عشان يتعرفوا على الأوبجكتس اللي موجودة في السبيس. Number one, we use A to see them and far away objects in the sky. بنستخدم A عشان نشوف الدم، الحاجات البهتانة أو الغامقة أو اللي مش باينة قوي، and far away والأجسام البعيدة في السكاي. بنستخدم إيه؟ تلسكوب، تلسكوب. Number two, the A is a group of stars that forms an imaginary shape or pattern in the sky. A هي مجموعة من النجوم بتعمل شكل تخيلي أو باترن معين في السكاي. مين دول؟ مين مجموعة النجوم اللي ليها شكل تخيلي؟ constellation، الconstellation. Number three, the A is a place where you can learn about the sky. A place that you can learn about the sky اسمه بلانتيريوم، بلانتيريوم. ده المكان اللي ممكن نتعلم فيه عن السكاي. Question number two. Choose the correct answer. During the daytime sky, I can see. During the daytime sky, بالنهار، في السماء في النهار ممكن نشوف ايه؟ ممكن نشوف السن، الشمس، the moon، القمر، stars. بالنهار في الdaytime, we can see the sun. Number two. The sun looks to us A than the stars. The sun looks to us. بنشوف السن مالها أكتر من الستارز. Smaller than stars. أصغر من الستارز؟ طبعا لا. Dimmer. بهتانة أو غامقة أو مش نورة. أقل من الستارز؟ طبعا لا. Brighter. بتلمع أكتر من الستارز؟ أيوة طبعا. ده الشمس لما بتطلع بتدور الدنيا كلها، لكن الستارز حتى وهي موجودة الدنيا بتبقى ضلمة. Number three. A is a dark space where the path of the light is blocked by an object. ايه هو dark space؟ المكان الغامق اللي بيتكون نتيجة ان path of the light، الطريق بتاع اللايت، blocked، بيكون مقفول by an object. اللايت بيبقى ماشي كده واجي انا احط اوبجكت قدامه فيحصل بلوكينج للباث اوف ذا لايت. بيتكون هنا حاجه دارك سبيس، ده اسمه ستار، نجمه، شادو، ظل، سبيس، فراغ. ده اسمه شادو، ده الظل. الشادو هو اللي بيتكون نتيجه البلوكينج اوف الباث اوف ذا لايت. نمبر 4، سيريوس ستار is in A constellation. Sirius موجودة في أنهي constellation؟ ليو ولا أوريون ولا كانيز ميجر؟ Sirius موجودة في أنهي constellation في دول؟ Sirius موجودة في كانيز ميجر constellation أو the big dog constellation. آخر سؤال معايا بيقول لي observe the pattern of the rise of Orion then choose the right answer. هنشوف الباترن of the rise of Orion، الباترن اللي بيظهر فيها الـ Orion's constellation، بعدين then choose the right answer. Day 1، الـ Orion's rise at 8:36، ده الوقت اللي بتظهر فيه أول يوم. تاني يوم بصوا الوقت بيقل، كانت 36 بقت 32، قلت 4 minutes. بعدين بقت 28، بيقل 4 minutes، بقت 24، بقت 20. يعني كل يوم بتظهر في وقت أقل من اليوم اللي قبله بأربع دقايق، بتطلع بدري يعني اليوم اللي قبله بأربع دقايق. تعال نشوف الأسئلة. With every night that passes، مع كل ليلة بتعدي، the rise time of stars is getting، معاد ظهور الستارز بيبقى irregular، بدري أكتر ولا later ولا بتتأخر؟
بصوا هنا 36 بقت 32، دي بتطلع بدري، ده كل يوم بتطلع بدري عن اليوم اللي قبله 4 دقايق، يبقى earlier، بتطلع بدري عن اليوم اللي قبله 4 دقايق. The difference in time of Orion rise between day 2 and day 3، الفرق ما بين الميعاد بتاع day 2 و day 3 كان قد ايه؟ day 2 32 minutes و day 3 28 minutes. تعالوا نعد بعد ال 28، 29 30 31 32، كام كده؟ 4 minutes. يبقى day 3 الأوريونز رايز earlier 4 minutes than day 2، كل يوم بتطلع بدري عن اليوم اللي قبله ب 4 minutes. بكده نبقى احنا وصلنا لنهاية الكويز، اتمنى ان كل حاجة فيه تبقى واضحة. لو في حد محتاج اي مساعدة في اي سؤال يتواصل معايا على كومنتس اليوتيوب او على رقم الواتساب اللي موجود في الديسكريبشن بوكس. بكده نبقى احنا رسمي خلصنا شابتر 1 لسيم 2. ان شاء الله المرة الجاية هنبدأ مع بعض شابتر جديد ومواضيع جديدة. هستناكم ان شاء الله مع الفيديو الجاي مع شابتر 2.